حجي انت وكيل مواد غذائيه؟ والله وكيل مواد غذائيه بباب جديد. زين، اتصلت بالمركز التمويني ايش قالوا لك؟ والله يوم الخميس راح قطعنا، ثاني يوم يوميا قطع 10 مناطق وبدا التجهيز، صار 3-4 ايام بس قدامنا تقريبا 20 منطقه، عينطون، الاقضيه والنواحي، تلعفه، سنجار، ما سنجار، الداخل، زهور، باب جديد، ما باب جديد، اتوقع بالعيد يا كسره العيد ان شاء الله تجينا. يقولون عليها السله. زين فهمني شلون انت تعرف راح يجون؟ يخابروك، يتصلون بي؟ والله عن طريق الانترنت، جروب مشتركين بيه تموينينا وجروب الاخ غذائيتنا، اي شغله تطلع عندنا رئيس الجروب وموظف الغذائيه، الحمد لله لحظه واحده نعرف شو وقت تسجل شو وقت ما تسجل. ومن ناحيه المواد الشهر الخامس بس طحين والسادس بس. لا لا، السيارات تجي هنا يعني بالمكان هذا السيارات؟ ايه الشارع عريض تجي وهذه. ايه تاخرت شويه الوجبه عما كملت، عما جاء الزيت وجاء الحمص، صار لهم 4 ايام بدأوا يوزعونه. ان شاء الله لما بالعيد كلسة العيد تكمل المواد عندنا ان شاء الله. والله المواد غذائيه قطعنا يوم الخميس الفات، ووعدونا على اساس يا ليله العيد يا ثاني يوم العيد يا ورا العيد تجي المواد. أيه. لان بالتسلسل عينطون، التلعفار، ومخيمات، احنا وراهم بالضبط. زين بلغوك شنو المواد اللي راح تستلمها؟ اي بلغونا تمن بس مكيسه 3 كيلوات وزيت وفاصوليا نص كيلو وحمص مجروش نص كيلو وطحين 9 كيلوات ومعجون كل نفر قوطية. نعم. زين انت ايش قد راح تنطي تاخذ من المواطن؟ والله 500 دينار، 500 دينار النفر حسب توجيهات السيد الوزير، يقول 500 دينار النفر، فاحنا راح ناخذ 500 بس، يعني كل شيء ما يطلع لنا. زين انت شلون راح تتواصلون ويا يعني ويا جماعتك اللي ضمن وكالتك المواطنين؟ خبرهم؟ ايه خبرهم طبعا، خبرهم كلهم، حتى لو بالعيد انا افتح اخبرهم اقول لهم تعالوا استلموا المواد مالكم. لو باكر راح تستلم؟ لو باكر استلمها، باكر بعد باكر بالعيد انا مداوم، ما عندنا عطله.